بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي في هذا الفيديو الجديد وهذا الدرس الجديد. سنحاول أن نتطرق بحول الله في هذا الفيديو إلى مادة الرياضيات. سندرس قياس السعة. قياس السعة بالنسبة لهذا الدرس فهو موجود لكم بالصفحة 106 والصفحة 107. ماذا نقصد بقياس السعة؟ بحال مثلا لتر، سنتيلتر، مليلتر. حمتها قنينة الماء نقول سعتها 1 لتر أو 2 لتر أو 5 لتر أو. جيد. إذا لكي نمر إلى الصفحة 106 أولا نقرأ التذكر الموجودة لكم في الصفحة 107. هذه أتذكر يعني فالجدول هذا هو اللي مهم عندنا. هذا الجدول يسمى جدول قياس السعة، إما نقول السعة أو الساعة، في كلتا الحالتين صحيحة. إذا الوحدة الأساسية أو الرئيسية هي اللتر، ثم لدينا ديسيلتر، ثم لدينا سنتيلتر، ثم لدينا المليلتر. أعيد، يعني نتمنى أن جميع التلاميذ يعودوا معايا: لتر، ديسيلتر، سنتيلتر، المليلتر. إذا بعد ما عرفنا الوحدات هما الوحدات، هذا هو الجدول. يعني من بعد ما كان يعني جدول ديال قياس السعة هو هذا، ما كاينش شي وحدات أخرى، كاين غير هاد الوحدات فقط. جيد. الآن مثلا 1 لتر، 1 لتر كم يساوي بالديسيلتر؟ هانتوما 1 لتر هنا، هاهي 1 نكتبوها في اللتر، ها هو نحوله إلى الديسيلتر. حنا زدنا 0 هنا، كم أصبح هاد العدد؟ هو 10. 1 لتر كم يساوي بالسنتيلتر؟ ها 1 لتر كم يساوي بالسنتيلتر؟ هو 100. ثم لدينا 1 لتر يساوي لنا كم بالمليلتر؟ نكتب في اللتر الواحد، ها هو، وكنضيف 3 الأصفار حتى كنوصلوا للمليلتر. ها 1 في اللتر، ها 0 الأول، 0 الثاني، 0 الثالث، حتى كنوصلوا للمليلتر. إذا هاد العدد هذا الموجود في الأسفل هو يعني 1000 مليلتر. بالنسبة لواحد سنتيلتر، واحد إلا كتبته هنا نحوله إلى المليلتر. إلا كتبت واحد هنا كنضيف 0 هنا، كترجع لي 10. هاي 1 ديسيلتر كم تساوي بالمليلتر؟ إلا كتبت 1 ديسيلتر، 1 ديسيلتر إلا كتبته هنا 1، نكتب هنا 1 ونحول إلى المليلتر. ها سنتيلتر، ها المليلتر، كنزيد 0 هنا و 0 هنا، تصبح 100 ونكتب 100 مليلتر. بالنسبة لواحد ديسيلتر كم تساوي بسنتيلتر؟ نكتب 1 في الديسيلتر، ها 1 هنا، ثم نحول إلى السنتيلتر، كنضيف 0، إذا تصبح يعني 10 سنتيلتر. إذا بالنسبة للجدول هذا فهو جدول يعني مهم، يعني في إجراء التحويلات من وحدة إلى أخرى. إذا نتمنى يكون هذا الجدول واضح. الآن نمر إلى التمارين. نبدأ مع التمرين الأول. اكتب كل وحدة في المكان المناسب. لدينا اللتر، ديسيلتر، سنتيلتر والمليلتر. لدينا مجموعة من يعني الصور هنا، سنكتب الوحدة المناسبة. نبدأ مع اليمين، يعني هذه القنينة هذه، نقول 33 ماذا؟ هل 33 لتر أم ديسيلتر أم سنتيلتر أم مليلتر؟ إذا هنا بطبيعة الحال ستكون هي سنتيلتر، ونكتب هنا سنتيلتر كما هكذا. هذه القنينة الصغيرة يعني القنينة ديال الدواء، يعني قياسها 150، يعني هذه أقل من هذه، إذا هي مليلتر. جيد. هنا لدينا عصير، يعني كم سيكون سعته؟ يعني 1 لتر، إذا نكتب هنا حرف L لتر. ملعقة، يعني الملعقة الصغيرة كم سيكون؟ يعني 1 سنتيلتر. بالنسبة للقنينة كذلك هنا، يعني قنينة يعني كبيرة كيفما كتشوفوا هنا، إذا سيكون مثلا 15 ماذا؟ 15 ديسيلتر، بمعنى هو لتر ونصف. هنا لدينا الصورة الأخيرة، لدينا هذا القياس هذا كيف ما كتلاحظوا شحال كم مكتوبة هنا؟ 1 مليلتر. إذا مكتوبة هنا 1 مليلتر أو 20 قطرة، إذا نكتب هنا مليلتر. إذا نتمنى أن التمرين الأول واضح. الآن نمر إلى التمرين الثاني. جيد. إذا هذا هو التمرين الثاني. اكتب ساعة كل إناء.
اكتب ساعات كل إناء. إذا هنا لدينا الإناء الأول الثاني والثالث والرابع. جيد، إذا سنكتب يعني ساعات كل إناء سنكتبه في هذا المكان نقط. جيد، نبدأ مع هذا الإناء هذا، يعني اقرأوا العدد الموجود هنا كم ساعته هنا، شحال وصله، يعني شحال 50 مليلتر. إذا 50 مليلتر هنا مكتوبة، وهنا في هذا المربع الصغير عطيني كذلك المليلتر. إذا هنا المليلتر وهنا المليلتر، كم هنا القيمة؟ 50. إذا سأكتب هنا 50. جيد، الآن نمر إلى الإناء الثاني، يعني حتى نوصل، وصل حتى 100 مليلتر. هنا وصل حتى 100 مليلتر، اسمع مزيان، 100 مليلتر، ولكن في هذا المربع كاتب لي ديسيلتر. إذا واش نقدر نكتب هنا 100؟ هنا هنا هل يمكن أن أكتب 100؟ هنا 100 مليلتر وهنا ديسيلتر. إذا هل المليلتر هي الديسيلتر؟ إذا ليس نفس الوحدة. إذا ماذا يجب أن نفعل لكي أكتب العدد هنا؟ لاحظوا هذه الفتاة الصغيرة تقول لي يجب أن أتذكر يعني الجدول، جدول قياس الساعة، صافي، اللي هو الليتر، ديسيلتر، سنتيلتر والمليلتر. إذا أنا نرسمه هنا، ها هو الليتر، ديسيلتر، سنتيلتر، المليلتر. هنا لدينا 100 مليلتر، 100 100، أين هو الوحدات؟ هو الصفر، هذا الصفر هو الوحدات، إذا سأكتبه في المليلتر، ها هو. ثم الصفر الثاني، هذا الصفر الثاني سأكتبه هنا، ثم واحد، ها هنا أنا كتبت 100 مليلتر. جيد، الآن سنحولها إلى الديسيلتر، كنمشي للديسيلتر وكنشوف العدد اللي كاين، هذا الديسيلتر مكتوب 1، إذا سأكتبها 1. 1 ديسيلتر راه هي 100 مليلتر، كيف ما شفناها في الأول، يعني قبل ما نبداو التمرين الأول، كنا شفنا داك الجدول اللي كاين عندكم أتذكر. جيد، الآن نمر إلى الإناء الثالث. لدينا هنا القيمة، كم القيمة؟ لدينا 500 مليلتر. زيان، احنا عرفنا هنا الآن الساعة لهذا الإناء هذه، ولكن هنا مطلوبة السنتيلتر، هل المليلتر هو السنتيلتر؟ لا. إذا ماذا يجب أن أفعل؟ هو أن أحول هذه القيمة إلى هذه الوحدة. إذا نكتب صفر هنا في المليلتر، ها صفر، ثم صفر هنا، ثم 5 هنا، إذا 500 مليلتر. مزيان، الآن أين نحولها؟ إلى السنتيلتر، أين هو السنتيلتر هنا؟ أين هو؟ أين هو؟ ها هو، وكنوقف فيه هكذا، وكنقرأ يعني ما تبقى من الأعداد، يعني فيما كتشوفوا لا سوري هنا، تما كنوقف، وكنقرأ العدد اللي يبقى ليا على يعني على اليسر، إذا من هنا على اليسر، إذا كم تبقى؟ 50، بمعنى هي 50، إذا نكتب هنا 50. جيد. الآن نمر إلى الإناء الآخر، هنا السعة 1 لتر، يعني نحولها إلى الديسيلتر. إذا نكتب هاد 1 هذه، نكتبها أولا في الجدول، 1 لتر، ها اللتر، إذا نكتب 1 هنا، إذا نكتب 1 هنا، ها هي، يعني حاولت يعني أنني نكتب 1 هو الأول، ولكن يعني سبق الصفر، مزيان ما عنيناش. إذا ها 1 لتر، ها هو، يعني 1 لتر، نحولها إلى الديسيلتر. نضيف هذا الصفر هذا، احنا ضفناه، يعني شحال كان اصبح هذا العدد؟ هو 10 ديسيلتر، 10 ديسيلتر، وانا اكتبه هنا. اذا نتمنى يكون يعني هذا الجدول هذا يعني فهمتوه وعرفتوا كيفاش ديروا التحويلات، واللي فهم مزيان انه يحاول يعاود هذا التمرين هذا يعني في ورقه الوسخ ولا شي ورقه مستقله، بدون يعني ما يشوف هاد الاجوبه هنا وهاد الاجوبه هنا، ويحاول انه يعني يزيد يفهم هذا الجدول مزيان. الان نمر الى التمرين الموالي اللي هو التمرين رقم 3. هذا التمرين هذا هو مهم 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 بزاف، لان هذا هو اهم شيء في هذا التمرين، في هذا الدرس كامل، يعني الا فهمناه راه فهمنا الدرس كامل. نتمنى ان جميع التلاميذ يركزوا في التمرين هذا. اذا هنا اكملوا ملء الجدولي، اكملوا ملء الجدولي. اذا نبدا من اليسار، 1 لتر كم تساوي بسنتيلتر؟ هي 100، كيف ما شفناها في أتذكر، 1 لتر هي 100 سنتيلتر. جيد، هنا 20 ديسيلتر نحولها إلى اللتر. إذا لكي أحولها ماذا أحتاج؟ ماذا أحتاج؟ أعيد،
ماذا أحتاج لكي أحول من الديسلتر إلى اللتر؟ إذا أحتاج إلى جدول قياس الساعات، اللتر والديسلتر والسنتيلتر والمليلتر. إذا لدينا هذه القيمة هذه، باش نحولوها لهذه الوحدة الأخرى اللي هو اللتر، أولا نكتبوا هذه القيمة هنا 20 ديسلتر. إذا أين هو الوحدة هنا؟ هو الصفر، إذا سنكتبه هنا هكذا، واثنان سنكتبها هنا. نحولها إلى ماذا؟ إلى اللتر. كنجي اللتر وكنوقف. ها هو، ما هو العدد الموجود على يسار هنا كيف ما كتشوف في لاسوري هذه، على يسار ديال هذا لاسوري هذه، هو اثنان. إذا سنكتبه اثنان. إذا نتمنى أن المثال يعني يكون واضح. الآن نمر إلى المثال الموالي، 5 لتر نحولها إلى المليلتر. إذا باش نحول المليلتر نكتب هذه اللي عندي أنا، أولا نكتبها في الجدول. إذا لدينا 5 لتر، إذا لدينا اللتر هنا سنكتبه 5، إذا نكتبه هنا 5. نحولها إلى المليلتر، ها المليلتر، فين هو المليلتر؟ ها هو. بمعنى ما معنى نحولها؟ بمعنى أنني أضيف أصفار حتى أصل إلى المليلتر، ماشي بمعنى أن 5 نزولها ونرجعها لهنا، لا، غير كنضيف أصفار. جيد، إذا نحولها إلى المليلتر، ها المليلتر، إذا نكتبه هنا 0. جيد، هنا الانتباه مزيان، ما بين اللتر والمليلتر عندي الديسيلتر وعندي السنتيلتر، واش هاد الخانات يمكن نخليهم فارغين ونقرا مثلا 50؟ ما يمكنش. اذا ماذا يجب ان افعل؟ ان اضيف صفر هنا وصفر هنا، يصبح العدد هو 5000، 5000 مليلتر. هكذا دائما كنقرا حتى كنوصل للوحده اللي باغي انا، 5000 مليلتر، واكتبها هنا. انا كتبت لكم شويه لتحت لان ما تقدتنيش هنا، انا باش تبان لكم كبيره مزيان، هذه 5000. جيد، نمر الى المثال الثاني، لدينا 600 مليلتر. اذا لدينا 600 مليلتر، نحولها الى الديسيلتر. اذا لكي احولها اولا يجب ان اكتب هذه القيمه في الجدول. اين هو المليلتر؟ ها هو، نكتب فيه الوحدات، وحده 600 هي الصفر هذا، ها صفر، والصفر تاني هنا، وستة هنا. وحولها إلى ماذا؟ إلى الديسيلتر، ها هو الديسيلتر، ها الخانة ديالو، كنجي لهنا وكنوقف. ما هو العدد المتبقي؟ يعني على يسار لاسوري، هو 6، ونكتب هنا 6. يعني هاد الأصفار ما قريتهمش لأننا كنتوقف هنا. جيد، الآن لدينا 10 لتر نحولها إلى سنتيلتر. اذا باش نحولها لسنتيلتر خاصني هذه القيمه عاوتاني كذلك نكتبها في الجدول. راه الا ما كتبتش في الجدول ما نعرفش ندير التحويل. اذا نكتبوا اولا هذه القيمه هذه نكتبوها في الجدول. اذا هنا لدينا اللتر، هنا لدينا 10، اين هو وحدته؟ الوحده ديال 10 هو صفر، اذا صفر غادي نكتبوها في اللتر، ها هي مزيان. والواحد يوجد على يسار الصفر، بمعنى واش نكتبوها هنا؟ ما يمكنش، اذا غادي نكتبوها خارج الجدول. هنا راه ممكن، راه ممكن تكون 10 لتر وتكون 100 لتر و 200 لتر و 1000 لتر، ونقدروا نكتبوا العدد يعني خارج الجدول في الجهه. ماشي نكتب 10 كلها هنايا، كنكتب هنايا الوحدات وهنا العشرات ثم المئات ثم الالاف وهكذا. مزيان، الان لدينا 10 لتر سنحولها الى السنتيلتر. اين هو السنتيلتر؟ ها هو. اذا نكتب هنا صفر، وهذه الخانه هذه ما يمكنش نخليها فارغه، ضروري نكتب صفر. اذا يصبح العدد 1000 سنتيلتر، ونكتبها هنا. الآن نمر إلى يعني العمليات أخرى، وهذو اللي خصكم تركزوا معايا عاتيني كذلك مزيان. لدينا 1 لتر و50 سنتيلتر تساوي 150 سنتيلتر، هنا مكتوبة بوحدتين مختلفتين، وهما كتبوها بوحدة يعني واحدة، يعني بواحد الوحدة وحدة، هنا مكتوبين بجوج. حتى حنا بنفس الطريقة، إلا كانوا مكتوبين من جوج نحولوهم إلى وحدة وحدة، وإلا كانت وحدة نحولوها إلى وحدتين. نبداو مع المثال هذا، 2 لتر 25 سنتيلتر. إذا لدينا هنا 2 لتر، أولا يجب أن أكتب 2 لتر في الجدول. هنا اللتر سنكتب فيه 2، ها هي 2، 25 سنتيلتر. إذا ماذا سأكتب في السنتيلتر؟ دائما أقول لكم نكتب في السنتيلتر نكتب الوحدات، هي 5. إذا نكتب هنا 5 وهنا 2، احنا كتبنا هذه القيمة هذه. الآن كتبنا هذه القيمة، ملي كنكتب القيمة كيسهل عليا التحويل. نحولها إلى ماذا؟ إلى السنتيلتر. أين هو السنتيلتر؟ ها هو، أنا وقفت حدا 5 بالضبط.
إذا شحال القيمة اللي عندي هنا؟ هي 225، وأنا أكتبها هنا. جيد، إذا نتمنى يكون المثال يعني واضح. الآن نمر إلى المثال الموالي. 450 سنتيلتر نحولها إلى اللتر سنتيلتر. جيد، إذا هنا ركزوا معايا مزيان. أول حاجة لكي أحول يجب أن أكتب القيمة اللي عندي، نكتبها أولا في الجدول. سنتيلتر عندنا 450، ماذا سأكتب في السنتيلتر؟ نكتب الوحدات، والوحدات هو صفر، ها هو صفر، والخمسة يكون في الخانة الثانية، والربعة يكون في الخانة الثالثة، هكذا. نحول هذه القيمة إلى هنا، نحولها أولا إلى اللتر، كنمشي لللتر الخانة ديال اللتر ونشوف واش كاين شي قيمة اللي هي 4، كاينة 4 غنكتبها هنا، وكنمشي للسنتيلتر، السنتيلتر هنا. إذا ما بقى لياش، بقات لي غير هاد القيمة هذه 5 وصفر. بالنسبة للربعة راه حنا كتبناها، يعني بحال ما بقاتش، بقاتنا غير 5 وصفر، إذا هو 50 سنتيلتر، وأنا أكتبها هنا. جيد، الآن بالنسبة للأمثلة يعني اللي بقات لكم هاد الأمثلة هادو، نتمنى أنكم نتوما ترسموا الجدول ديال قياس السعة، وتحاولوا توضعوا هاد القيمة هذه في الجدول، وتحولوها لهاد الوحدة، وكذلك هاد القيمة هذه، وتحولوها لهاد الوحدات هادو. وتقارنهم من بعد ما ديروا التحويل، قارنهم مع القيم اللي غنكتب لكم دابا الان، باش نشوفكم انتم انكم كتعرفوا تستعملوا يعني الجدول قياس السعه يعني التحويلات. اذا هذه القيمه هذه ملي غادي نحولها غادي تعطيني 1005، و405 سنتيلتر ستعطيني 4 لتر و5 سنتيلترات. اذا 4 لتر و5 سنتيلترات. هنايا الديسيلتر يكون مكتوبه فيها صفر، يعني ممكن ما نقراهاش وممكن نقراها، صافي. اذا نتمنى ان يعني الجدول هذا واضح، وهذا التمرين كذلك واضح، واللي ما فهمش يوقف الفيديو واللي يعاود التمرين من الاول، وان شاء الله غادي يفهم. الان نمر الى التمرين الموالي اللي هو التمرين 4، والتمرين كنظن الاخير. اذا هذا هو التمرين، نعم هو التمرين الاخير. هنا لدينا اكتب الساعة المناسبة، اذا اكتب الساعة المناسبة. 10 سنتيلتر، 20 ديسيلتر، 200 مليلتر، ثم 150 لتر، ثم 2 مليلتر. بمعنى هذه القيم او السعة يجب ان نكتبها هنا. نبدأ مع الابرة، الابرة ستعطينا هي 2 مليلتر، هي الصغيرة، لان هي الصغيرة فيهم تكون يعني السعة ديالها صغيرة، والقيمة اللي صغيرة هنا هي 2 مليلتر. جيد، هذا الإناء مثلا نقدر نقولوا فيه يعني 2 لتر، 3 لتر، أو لتر ونصف، بمعنى هي 20 ديسيلتر. هذا الإناء يعني هو كبير، سيكون 150 لترا، وهذا الفنجان القهوة سيكون يعني 10 سنتيلتر، وفي الأخير سيكون لدينا هنا هذا البرميل هو أكبر قيمة اللي هي 200 لتر. إذا نتمنى أن التمرين هذا كذلك واضح، وان شاء الله بحول الله اللي ما فهمش يحاول انه يعاود الفيديو من الاول، وان شاء الله غادي يفهم. نتلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر ودرس اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.